بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، مع حلقة جديدة من حلقاتنا التي تقدمها منصة البث المباشر بوزارة التربية والتعليم بعنوان حساب تركيز أيون الهيدرينيوم وحساب تركيز أيون الهيدروكسيل. هنتكلم فيها أيضا عن البي اتش أو الرقم الهيدروجيني والرقم الهيدروكسيلي. هيقدمها لحضراتكم مستر أمجد عدلي ومستر أحمد الحسين. مستر أمجد، الحلقة الماضية اتكلمنا عن مفهوم الاتزان الأيوني وإزاي بيتقسم المحاليل إلى أنواع من الإلكتروليتات واللا إلكتروليتات، وكانت حلقتنا أيضا انتهت بقانون استفالدر التخفيف. يا ريت كده مستر أمجد، قبل ما نبدأ في الاتزان في حساب قيمة تركيز أو تركيز أيون الهيدرينيوم، حضرتك تفكرنا كده بالاتزان الأيوني وأنواع المحاليل من حيث قدرتها على التوصيل للتيار الكهربي. اتفضل مستر أمجد. شكرا مستر احمد، السلام عليكم اعزائي الطلبه والطالبات. نفتكر كده مع بعض، احنا اتكلمنا عن الاتزان الايوني وقلنا ان الاتزان الايوني ده عباره عن نوع من الاتزان الديناميكي بيحدث في محاليل الالكتروليتات الضعيفه بين الجزيئات الغير مفككه والايونات الناتجه عن التفكك. واخذنا امثله على كده، أمثلة للمحاليل الإلكتروليتية والمحاليل اللا إلكتروليتية. قلنا إن المحاليل الإلكتروليتية اللي هي بتسمح بمرور التيار الكهربي خلالها عن طريق حركة الأيونات فيها، بينما اللا إلكتروليتات اللي هي لا تسمح بمرور التيار الكهربي نتيجة عدم احتوائها على أيونات. بعد كده مسكنا المحاليل الإلكتروليتية وقسمناها إلى قسمين، إلكتروليتات قوية وإلكتروليتات ضعيفة. وقلنا الفرق ما بين الاثنين إن الإلكتروليتات القوية دي محاليل تسمح للتيار الكهربي بالمرور خلالها بدرجة مرتفعة نتيجة إنها محاليل تم أو مواد تمت التأين في الماء، يعني بتتحول كل الجزيئات الغير متأينة إلى أيون. وكان من ضمن الخصائص بتاعتها برضو انها لا تتاثر بتخفيف المحلول. ليه؟ لان احنا هنا كل الجزيئات بتاعه الماده المذابه تحولت الى ايونات بالكامل وما عادش في اي جزيئات قابله للتأين مره. اما بالنسبه للالكتروليتات الضعيفه فقلنا انها دي مواد ضعيفه التأين في الماء او غير تامه التأين في الماء، توصيلها الكهربي ضعيف، بيزداد درجة توصيلها الكهربي بزيادة التخفيف، وده اللي احنا درسناه في قانون ستيفلد لما قال لنا ان عند ثبوت درجة الحرارة بيزداد درجة تأين الالكتروليت الضعيف بزيادة التخفيف او بنقص التركيز. وتوصلنا الى القانون بتاع ثابت التأين اللي هو كان كي اي بيساوي الفا تربيع اللي هي درجة التأين في الـ CA اللي هو تركيز المحلول الإلكتروني. بعد كده كنا وقفنا عند الجزء اللي قدامنا دلوقتي على الشاشة اللي هو حساب تركيز أيون الهيدرونيوم، وسألنا سؤال قلنا هل تركيز أيون الهيدرونيوم في الإلكتروليت أو في الأحماض القوية هو نفسه تركيزه في الأحماض الضعيفة؟ وكانت الإجابة طبعاً لأ، إن تركيز أيون الهيدرونيوم في الأحماض القوية بيساوي تركيز الحمض، ولكن في الأحماض الضعيفة لا يساوي تركيز الحمض لأنه غير تام التأين. وعاوزين نشوف من حضرتك بقى مستر أحمد إزاي بنحسب تركيز أيون الهيدرونيوم في الأحماض الضعيفة. طبعا في الحلقة الماضية اتكلمنا عن قانون فعل الكتلة، وقلنا ان احنا بنطبق قانون فعل الكتلة على محاليل الالكتروليتات الضعيفة، اما محاليل الالكتروليتات القويه اللي هي تامه التأين لا تحتوي على جزيئات غير متأينه، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون فعل الكتله. اتكلمنا ايضا عن حساب او قانون استفالت للتخفيف، وبدأنا ندرس العلاقه بين درجه التأين او التفكك الفا والتركيز سي بالمول على لتر المحاليل الالكتروليتات الضعيفة. النهاردة هنبدأ نتكلم على حساب تركيز ايون
الهيدرينيوم H3O موجب في محاليل الأحماض الضعيفة. زي ما قدام حضراتكم كده ان البروتون او ايون الهيدروجين الموجب الناتج من تأيون الأحماض لا يوجد منفردا في المحاليل المائية، وده احنا فسرناها امبارح ايضا وقلنا ان ذرة الاكسجين المركزية في جزيء الماء بتحتوي على زوجين من الالكترونات الحرة، وبالتالي ترتبط مع البروتون ويعطي رابطة تناسقية مكونة ايون الهيدرينيوم H3O موجب. موضوعنا بقى هو حساب تركيز ايونات الهيدرينيوم للاحماض الضعيف. جبنا مثال وهو حمض الخليك او الاستيك CH3COOH، وبدأنا ندوبه في المية فبدأ يتأين حمض الاستيك. لو افترضنا ان تركيز هذا الحمض هو CA بدأ يتأين تبعا للمعادلة اللي قدام حضراتكم CH3COOH aqueous زائد ال H2O liquid من خلال تفاعل انعكاسي، هيحصل ايه؟ هيتأين الى ايون اسيتات CH3COO سالب aqueous زائد ايون الهيدرينيوم H3O موجب بنفس كيفية كتابة معادلة ثابت الاتزان اللي هو ال KC. هنبدأ نحسب ال KA لهذا الحمض، هنلاقي ان ال KA بيساوي او بعد تطبيق قانون فعل الكتلة بيساوي تركيز الايونات المفككة، وده اللي هو KA او ثابت التأين، على تركيز الجزيئات الغير مفككة. يبقى تركيز ايونات الهيدرينيوم H3O موجب في تركيز ايون الاسيتات، دي الايونات المفككه، على تركيز الجزيئات اللي هي النواتج او الجزيئات الغير مفككه، اللي هو هيكون معانا تركيز حمض الاسيتيك CH3COOH. طبعا هنا بنلاقي ان عدد مولات ايونات الهيدرينيوم H3O في المعادله اللي فوق بتساوي عدد مولات ايونات الاسيتات او الخلات CH3COO سالب من معادله التأين اللي قدامنا دي. طبعا الحجم بتاع المحلول بيكون ثابت، يبقى معناها ان تركيز الهيدرينيوم هيساوي تركيز ايون الاسيتات اللي هو عدد المولات على الحجم الثابت للاثنين، يبقى معناها ان انا هاخد واحد وعوض بمعلومية التاني، ولذلك هنقدر نقول ان الكي اي هتساوي تركيز ايون الهيدرينيوم اس 2 على تركيز الحمض اللي احنا فرضناه في البداية اللي هو سي اي. وبالتالي لو ضربنا السي اي في الكي اي ثابت تأين الحمض في تركيز الحمض اللي هو سي اي هيساوي تركيز ايون الهيدرينيوم بكل تربيع، ومن هنا نقدر نقول ان تركيز ايون الهيدرينيوم بيساوي الجذر التربيعي للكي اي في السي اي. ده طبعا عشان بنقول الحمض ده ضعيف وان ما يتفكك منه يكون بمقدار ضئيل، وبالتالي هنهمل قيمة المقدار الفا. يبقى وصلنا كده ان تركيز ايون الهيدرينيوم H3O موجب بيساوي الجذر التربيعي ال KA في ال CA. قلنا ال H3O موجب ده اللي هو تركيز ايونات الهيدرينيوم في محلول الحمض الضعيف، والكي اي ده اللي هو ثابت تأين الحمض الضعيف، اما السي اي هيكون ده تركيز الحمض الايه الضعيف. ولو افتكرنا كده ان لو قسمنا ثابت التأين كي اي على السي اي يبقى ده معناها ان هيكون معانا هنا الفا اللي هي درجة التفكك او درجة التأين للاحماض الضعيف. نبدأ كده نطبق على الكلام ده يا مستر أمجد وبعض الأسئلة عشان نعرف نحسب تركيز أيونات الهيدرينيوم، وإحنا عرفنا إزاي بنستنتج الصيغة الرياضية. تعالوا نشوف كده مع بعض. أول مسألة على سائل تركيز أيون الهيدرونيوم، بيقول لي تركيز أيون الهيدرونيوم في محلول 1/10 مولاري من حمض الخليك عند درجة 25 درجة سيلسيوس، علما بأن ثابت تأين هذا الحمض بيساوي 1.8 في 10 أس سالب 5. يبقى تركيز أيون الهيدرونيوم هنا كام؟ إحنا عارفين القانون بتاعنا، تركيز أيون الهيدرونيوم بيساوي جذر الـ KA
في السي اي، عندي الكي اي هنا 1.8 من 10 في 10 اس سالب 5، والسي اي 1 من 10، يبقى على طول هعوض في القانون واخد الجذر بتاع حاصل ضرب الاثنين، والناتج هو ده اللي انا هختاره من الاختيارات اللي عندي، او لو عندي المساله هحلها كالاتي اهو زي ما احنا شايفين كده، 1 من 10 في 10 اس سالب 1 و8 من 10 في 10 اس سالب 5 تحت الجذر هيطلع بيساوي 1.342 من 1000 في 10 اس سالب 3 مولاري، لان ده هنا له وحده تركيز، لان انا بحسب تركيز ايونات الهيدرون. نبدأ نتكلم بقى يا مستر أمجد على حساب تركيز أيونات الهيدروكسيل أو الـ OH في محاليل القواعد الضعيفة. وطبعا قبل ما بنتكلم بنقول إيه هي القاعدة الضعيفة، مين القواعد الضعيفة؟ دي القواعد التي تتأين جزئيا في المحاليل المائية، يبقى معناها إن درجة التأين بتكون تأين غير تام. على سبيل المثال غاز النشادر، شايفين المعادلة اللي قدامنا كده ان اتش 3 غاز في بيدوب في المية مكونا محلول قاعدي ضعيف التأين اللي هو هيدروكسيد الامونيوم ال ان اتش 3 بيرتبط مع المية. ولو لاحظنا هنا الاقي النيتروجين بيحتوي على زوج من الالكترونات الحرة، في بيرتبط مع البروتون بتاع الماء برابطة تناسقية، وبتكون الذرة المانحة هنا هي النيتروجين والذرة المستقبلة اللي هي البروتون، وبالتالي هيتكون بين ال NH3 والبروتون رابطة تناسقية وهيطلع ال NH4 وبيكون ال OH اللي هو محلول قاعدي ضعيف. وعشان كده ان احنا سمينا حساب تركيز ايون الهيدروكسيل للقواعد الضعيفة. يبقى القاعدة الضعيفة هي القاعدة التي تتأين جزئيا في المحاليل المائية مثل هيدروكسيد الأمونيوم، تأينت إلى NH4 موجب زائد الـ OH سالب، ودي جاية من ذوبان غاز النشادر في الماء. هنقدر نحسب ثابت التأين للقاعدة، بدل ما كنا بنقول كي اي ثابت تأين الحمض هنقول هنا كي بي او ثابت التأين للبيز او القاعدة، بيساوي تركيز الايونات الناتجة او الايونات المفككة اللي هو تركيز ايون الامونيوم في تركيز ايون الهيدروكسيل على تركيز المتفاعلات او الجزيئات الغير مفككة اللي هو تركيز النشادر، واحنا بنهمل تركيز المي. يبقى معنى الكلام ده ان عدد مولات الامونيوم ايونات الامونيوم بتساوي عدد مولات ايونات الهيدروكسيل، وموجودين في نفس الحجم الثابت، عشان كده هشيل واحد، التركيز ده بيساوي التركيز ده، فهشيل واحد وعوض بيه التاني واقدر اتحرك على حساب الكي بي. يبقى الكي بي دي هلاقيه بيساوي تركيز ايون الهيدروكسيل في اس 2 على تركيز النشادر اللي احنا هنقول عليه السي بي، وبالتالي لو بدات اضرب الكي بي في السي بي هيطلع تركيز ايونات الهيدروكسيل اس 2، ومن هنا اقدر اخد الجذر التربيعي بتاعها واطلع تركيز ايون الهيدروكسيل اللي هو الـ OH هيساوي الجذر التربيعي للكي بي في السي بي، وده حساب تركيز ايونات الهيدروكسيد. نقف هنا لحظة ونقول احنا حسبنا الفا، وقلنا ان الفا بتساوي الجذر التربيعي للكي اي على السي اي ثابت تأين الحمض على تركيز الحمض، او برضو ان الفا درجة التفكك للقواعد هتساوي الجذر التربيعي للكي بي على السي بي اللي هو ثابت تأين القاعدة على تركيز القاعدة. حسبنا تركيز الهيدرينيوم واستنتجنا الصيغة الرياضية ان تركيز ايون الهيدرينيوم بيساوي الجذر التربيعي للكي اي في السي اي ثابت تأين الحمض في تركيز الحمض. وهنا قدامنا كده دلوقتي حسبنا تركيز ايونات الهيدروكسيل اللي هتساوي الجذر التربيعي للكي بي في السي
بي، ومن هنا نبدأ نطبق على النقطة دي ببعض المسائل. في المسألة اللي قدامنا بيقول لي بيتأين محلول هيدروكسيد الأمونيوم اللي هو محلول النشادر وهي قاعدة ضعيفة تركيزها 1/10 مولاري كالآتي، وحطيت معادلة التأين بتاعة هيدروكسيد الأمونيوم NH4OH بتتأين تأين ضعيف وبتطلع لي أيون الأمونيوم NH4 موجب وأيون الهيدروكسيل OH سالب. فإذا علمت أن ثابت تأين هذه القاعدة 1.6 × 10^5 يبقى درجة تأين القاعدة بيساوي كام؟ وتركيز أيون الهيدروكسيل في المحلول بيساوي كام؟ إحنا عارفين إن ألفا كانت بتساوي من الحصة اللي فاتت طلعناها كانت بتساوي جذر KA على CA. طبعًا إحنا هنا بنتكلم عن قاعدة، يبقى معنى كده إن إحنا بس هنخلي الـ A B، فبدل ما هنقول KA على CA هنقول جذر KA جذر KB على CB. ويبقى عندي 1.6 × 10^5 على 1/10، ونحط الكلام ده تحت الجذر وناخد الكلام ده على الآلة الحاسبة، فيطلع عندنا الناتج بتاع ألفا بيساوي زي ما احنا شايفين كده أهو القانون بينكتب، والتعويض ويطلع ب 126/10000. وزي ما شفنا من شوية مع مستر أحمد تركيز أيون الهيدروكسيد بيساوي جذر الكي بي في السي بي، هعوض برضو في القانون تعويض مباشر وهيبقى عندي 1.6 × 10^5 في 1/10 المرة دي، ويكون الناتج بتاعنا زي ما احنا شايفين كده 1.26 × 10^3، وده هنا تركيز برضو هيبقى له وحدة اللي هي المولات. كده تأين الماء، وهل الماء بيتأين وهو مركب تساهمي ولا مش بيتأين؟ الماء احنا بنقول دايما ان الماء النقي ده بيعتبر من الالكتروليتات الضعيفة، حتى بنشوف ان توصيله للتيار الكهربي بيكون بدرجة ضعيفة جدا. ولو بدأنا نشوف عملية التأين للمية هنلاقي ان الـ H2O بتتأين الى H موجب الى زائد الـ OH سالب، بس طبعا هنا لا يوجد البروتون منفردا في المحاليل المائية زي ما اتفقنا، يبقى البروتون اللي طلع ده من تأين المية جزيء مية واحد هيرتبط مع جزيء مية اخر برابطة تناسقية ويعطي في هذه الحالة أيونات الهيدرينيوم. وبالتالي لو جمعنا المعادلتين دول هتكون المعادلة بتاعتنا النهائية إن الاتنين H2O اتأينوا إلى H3O موجب زائد الـ OH سالب، اللي احنا اتفقنا إن أنا ممكن أقول للتبسيط هقول الـ H موجب زائد الـ OH سالب، وأقدر من هنا أبدأ أطبق قانون فعل الكتلة واحسب ثابت اتزان تأين الماء اللي احنا هنسميه النهاردة الكي دبليو. يبقى التبسيط قلت المعادلة اللي قدامنا المية تأينت الى الاتش موجب زائد الاو اتش سالب، وليست هذه هي الصورة الحقيقية لان البروتون قلنا بيتحد مع جزيء ماء اخر ويعطي ايون الهيدرينيوم بالرابطة التناسقية. هنعتبر المعادلة اللي احنا قلناها بالتبسيط هي المعادلة النهائية ان الـ H2O هتتأين الى الـ H موجب زائد الـ OH سالب. طب احنا عاوزين بقى نطبق على هذه المعادلة مستر امجد قانون فعل الكتلة ونستنتج قيمة الـ KW، هنعمل ايه يا مستر امجد؟ اتفضل يا مستر. لو طبقنا قانون فعل الكتلة على المعادلة بتاعة تأين الماء اللي هي اللي احنا شفناها قبل كده، فهيطلع عندي الكي دبليو بيساوي اللي هو طبعا الحاصل الايوني للماء، ده بنسميه كده الحاصل الايوني للماء اللي هو الكي دبليو، هيساوي حاصل ضرب تركيز النواتج على المتفاعلات، ولكن المتفاعلات عندي هي الماء النقي، والماء النقي احنا عارفين ان احنا ما بنكتبهوش في قانون ثابت الاتزان، فهيبقى عندي الكي دبليو بيساوي حاصل ضرب تركيز ايون الهيدروجين الموجب في تركيز ايون الهيدروكسيد السالب الناتجين عن التأين الضعيف للماء، وهو ده نفسه تعريف الحاصل الايوني للماء اللي هو حاصل ضرب تركيزي ايون الهيدروجين الموجب وايون الهيدروكسيد السالب الناتجين عن التأين الماء. وبما ان الماء هنا الكتروليت ضعيف فتركيز ايون الهيدروجين
وتركيز ايون الهيدروكسيل بيكون قيمته منخفضه جدا، وبتساوي كل واحد فيهم بيساوي 10 اس سالب 7. طب ليه هم متساويين؟ طبعا لان الماء متعادل التاثير على عباد الشمس، وبالتالي تركيز ايون الهيدروجين المسؤول عن الصفه الحامضيه بيساوي تركيز ايون الهيدروكسيل المسؤول عن الصفه القاعديه، وكل منهما بيساوي 10 اس سالب 7، يعني حاصل ضربهم هيبقى بيساوي 10 اس سالب 14. عشان كده زي ما احنا شايفين، لو انا في اي محلول اخر غير الماء النقي بقى، لو انا ضفت مثلا اي مذاب في الميه، المذاب ده ممكن يؤدي الى زياده تركيز ايون الهيدروجين عن 10 اس سالب 7، وبالتالي بيقابله نقص مساوي في تركيز ايون الهيدروكسيل عن برضو ال 10 اس سالب 7. لو المحلول ده محلول قاعدي يبقى هيزود في تركيز ايون الهيدروكسيل وهينقص في تركيز ايون الهيدروجين عن ال 10 اس سالب 7. يبقى اذا ايه سبب ان المحاليل كلها قيمه الكي دبليو بتاعتها بتساوي 10 اس سالب 14؟ هو ان المذاب اللي بيضاف الى الماء النقي يا اما بيعمل على زياده تركيز ايون الهيدروجين لو كان حمض، او بيعمل على زياده تركيز ايون الهيدروكسيل لو كان قلوي، وبيقابل الزياده في احدهما النقص في الاخر بنفس القيمه، بحيث ان يبقى في النهايه حاصل ضرب الاثنين هو 10 اس سالب 14. طيب بعد كده مستر احمد، لو احنا اخذنا اللوغاريتم السالب للمعادله اللي فاتت دي ينتج عندنا ايه؟ شكرا مستر امجد. قبل ما ندخل كده على قيمه الاس الهيدروجيني او الرقم الهيدروجيني، ونجيب اللوغاريتم السالب لتركيز ايونات الهيدروجين او الهيدروكسيد، استاذن بس حضرتك كده مستر امجد، ونرجع للحاصل الايوني للماء، وده اللي هو قلنا حاصل ضرب تركيز ايونات الهيدروجين الموجبه في ايونات الهيدروكسيل السالبه اللي هي في الوسط المتعادل بتساوي 10 اس سالب 7 متساويين. نشوف ايه اللي هيحصل في الوسط الحامضي. عند زيادة تركيز أيون الهيدروجين عن 10 أس سالب 7 قلنا ده المحلول الحامضي، يعني احنا كده كان عندنا مية والمية اتأينت لـ H موجب والـ OH سالب. طب ضفنا حمض للمية النقية يبقى زي HCl على سبيل المثال هيتأين لـ H موجب زائد Cl سالب. يبقى كده مين اللي زاد معانا؟ في المعادلة الأولى المية اتأينت وادت H موجب، في المعادلة الثانية الـ HCl هيتأين وادي H موجب، يبقى أنا كده عندي زاد تركيز الـ H عن القيمة دي اللي هي 10 أس سالب 7، وبالتالي في المقابل يقل تركيز الـ OH عن 1.10 أس سالب 7 مولر، بحيث إن نحافظ دايما على حاصل ضرب التركيزين اللي هو هيطلع المقدار الثابت اللي هو 10 أس سالب 14. لكن بنقول عند نقص تركيز أيون الهيدروجين عن 10 أس سالب 7، وده معناه ان المحلول بقى محلول قلوي او قاعدي. طب عند اضافة قاعدة عشان اشوف الدنيا ماشية ازاي الى الماء النقي، هنبدأ نعمل معادلة تأين المية، هتتأين ل H موجب و O H سالب. طب لو ضفت القاعدة او القلوي الى المية، ال K O H على سبيل المثال هيبدأ يتأين ل K موجب والـ OH سالب، يبقى من المعادلة الأولى طلع عندي OH، ومن المعادلة الثانية هيطلع كمان OH، يبقى كده تركيز الـ OH زاد عن 10 أس سالب 7، وفي المقابل هيقل تركيز الـ H عن 10 أس سالب 7، بحيث في النهاية الزيادة في واحد والنقص في الثاني يحافظ على قيمة حاصل ضرب تركيز أيونات الهيدروجين الموجبة وأيونات هيدروكسيل السالبة بمقدار ثابت وتساوي 10 أس سالب 14، وهو الحاصل الأيوني للماء. يبقى كده إذا عرف أيا من
تركيز ايونات الهيدروجين، او عرف حتى تركيز ايونات الهيدروكسيل في محلول مائي، اقدر احسب تركيز الايون الاخر. انا عندي الكي دبليو قيمتها 10 اس سالب 14، ودي بتساوي تركيز الاتش في تركيز الاو اتش. لو حضرتك عرفت تركيز الاتش وبمعلومية الكي دبليو تقدر تجيب تركيز الاو اتش، ولو انا عارف تركيز الاو اتش وبمعلومية الكي دبليو اقدر احسب تركيز مين؟ الاو اتش. لكن لو بدأنا نجيب اللوغاريتم السالب لتركيز ايونات الهيدروجين، دي اللي احنا هنقول عليها الاس الهيدروجين. حضرتك كده مستر امجد بقى من الامثلة دي واللي فات ده، نبدأ بمعلومية حساب تركيز ايون الهيدرينيوم وتركيز ايونات الهيدروكسيل. حضرتك هتعرف لنا الاس الهيدروجيني او البي اتش، وايضا الاس الهيدروكسيلي او البي او اتش. لو اخذنا اللوغاريتم السالب للاساس 10 لتركيز ايون الهيدروجين اللي هو لو على الاله الحاسبه اللي هو اللوج العاديه خالص، خلاص هقول سالب لوج واحط تركيز ايون الهيدروجين او تركيز ايون الهيدرونيوم اللي انا بحسبه من القانون بتاع جذر الكي اي في السي اي. الناتج هنسميه الاس الهيدروجين. الأس الهيدروجيني ده عبارة عن طريقة للتعبير عن درجة الحموضة أو القاعدية أو القلوية للمحاليل المائية بأرقام متسلسلة وموجبة تبدأ من 0 إلى 14. يعني هنعمل حاجة زي خط أعداد كده، خط الأعداد هنا هيبتدي من 0 إلى 14، زي ما احنا شايفين أهو القانون بتاع الـ pH بيساوي سالب لوج تركيز أيون الهيدرونيوم. هنعمل زي ما احنا شايفين كده خط اعداد من 0 ل 14، وهيبقى عندنا رقم 7 ده في نص الخط الاعداد، هيكون ده هو المحلول المتعادل. ليه؟ لان احنا قلنا ان الماء النقي بيكون تركيز ايون الهيدروجين فيه 10 اس سالب 7، ولو خدت الكلام ده على الاله الحاسبه هيطلع عندي البي اتش في هذه الحاله بيساوي 7. يبقى اذا المحلول المتعادل البي اتش بتاعته بتساوي 7. طب انا لو ضفت حمض زي ما مستر احمد قال لنا كده، الحمض زي حمض الهيدروكلوريك للميه، ايه اللي بيحصل؟ بينقص تركيز ايونات بيزود تركيز ايونات الهيدروجين عن 10 اس سالب 7، يعني هيخليها مثلا 10 اس سالب 2، 10 اس سالب 1، لان هنا بزود قيمه التركيز. لو خدت الكلام ده على الاله الحاسبه هنلاقي ان البي اتش بتساوي 1، يعني معنى كده ان المحلول الحامضي البي اتش بتاعته بتكون اقل من 7. طب لو ضفت محلول قلوي هيزود تركيز ايون الهيدروكسيل، وبالتالي هينقص تركيز ايون الهيدرونيوم مثلا لارقام منخفضه جدا، يعني مثلا يبقى 10 اس سالب 13 او 10 اس سالب 14. لو اخذت الكلام ده على الاله الحاسبه وعملت السالب لوب 10 اس سالب 14 هنلاقي البي اتش بتساوي 14. يبقى اذا في هذه الحاله المحلول قاعدي. يبقى اذا كانت البي اتش اقل من 7 يبقى المحلول حامضي، اذا كانت البي اتش اكتر من 7 يبقى المحلول بتاعي قاعدي. لو البي اتش بتساوي 7 يبقى متعادل. طيب ايه ميزه البي اتش عن مثلا ورقه عباد الشمس؟ البي اتش هنا بتحدد لي مين الحمض القوي ومين الحمض الضعيف، لان انا لو البي اتش بتاعتي صغيره او كل ما بتقل قيمه البي اتش عن 7 كل ما بتجه ناحيه الصفر كل ما بيكون البي اتش صغيره كل ما بيكون الحمض اقوى. اما في حاله القاعده كل ما ببعد عن 7 في اتجاه ال 14، يعني كل ما بتزداد قيمه البي اتش عن 7 كل ما بيكون المحلول بتاعي اكثر قاعديه. طب امال البي او اتش دي بقى اللي هي ايه؟ بي او اتش زيها زي البي اتش بالظبط، ولكن هي تركيز الاس الهيدروجين الهيدروكسيلي عباره عن اللوغاريتم السالب لتركيز ايونات الهيدروكسيل، وبالتالي هيكون عكس البي اتش على خط مستقيم. يعني لو قلنا ان البي او اتش اقل من 7 ده هيبقى محلول قاعدي، البي او اتش اكتر من 7 ده هيبقى محلول حامضي. كل ما هبعد عن ال7 في اتجاه الصفر
هيبقى بتزداد قوة القلوي، كل ما حبد عن السبعة في اتجاه ال 14 هتزداد قوة الحمض، ده بالنسبة للأس الهيدروكسيلي، إنما الأس الهيدروجيني طبعا زي ما قلنا بيكون العكس. هنشوف إيه تاني بعد كده مستر أحمد؟ هنبدأ بقى نقارن مستر أمجد بين الأس الهيدروجيني اللي هو البي اتش والأس الهيدروكسيلي أو البي أو اتش من الأمثلة اللي حضرتك وضحتها لنا دلوقتي. بدأنا نستنتج مين الأس أو الرقم الهيدروجيني أو البي اتش، قلنا ده اللوغاريتم السالب سالب لوج للأساس 10 طبعا لتركيز أيونات الهيدروجين الموجبة أو لتركيز أيونات الهيدرينيوم H3O موجب في المحاليل المائية. يبقى ورقة وقلم وهنكتب العلاقة، إن الـ pH هتساوي سالب لوغاريتم تركيز الـ H. طب لو هو بقى عاوز تركيز الـ H بمعلومية الـ pH، هقول ان تركيز الاتش هيساوي العشرة اس سالب قيمة البي اتش. تاني بنقول ان البي اتش بتساوي سالب لوغاريتم تركيز الاتش. طب لو انا عندي البي اتش وعاوز التركيز، هقول ان تركيز الاتش هيساوي عشرة اس سالب قيمة البي اتش. في المقابل على طول هنتكلم على الأس الهيدروكسيلي أو الرقم الهيدروكسيلي أو البي أو اتش، ده معناه اللوغاريتم السالب لتركيز أيونات الهيدروكسيل أو أو اتش السالبة في المحاليل المائية. يبقى ده معناه إن البي أو اتش بتساوي سالب لوغاريتم تركيز أيونات الهيدروكسيل السالبة. وبالتالي لو انا عندي قيمة البي او اتش اقدر اجيب منها تركيز الاو اتش. تركيز الاو اتش هنقول ان هو هيساوي 10 اس سالب قيمة البي او اتش. ممكن حضرتك تعملها معادلة على الآلة على طول، وممكن اطبق في العلاقة دي واجيب البي اتش بمعلومية تركيز الاتش واجيب تركيز الاتش بمعلومية قيمة البي اتش. تاني البي اتش بتساوي سالب لوغاريتم تركيز الاتش، يبقى تركيز الاتش بيساوي 10 اس سالب قيمه البي اتش. وقلنا ان البي او اتش بتساوي سالب لوغاريتم تركيز الاو اتش، يبقى تركيز الاو اتش هيساوي 10 اس سالب قيمه البي او اتش. يبقى ده بالنسبه للبي اتش والبي او اتش، وبنقول ان البي اتش ده بقدر اقيسه بجهاز او مقياس البي اتش ميتر، وده جهاز لقياس قيم البي اتش للمحاليل المختلفه. قلنا لو قيمه البي اتش بتساوي 7 يبقى معناها ان البي او اتش ايضا 7، بحيث ان مجموع قيمتي البي اتش زائد البي او اتش الاثنين بيساوي 14. يبقى لو البي اتش بقى اقل من 7 يبقى النقص ده راح فين؟ طبعا هيعمل زيادة في قيمة البي او اتش، وبالتالي البي او اتش هتبقى اكبر من 7، بحيث عوض النقص بحيث المجموع يظل ثابت، قيمة البي اتش زائد البي او اتش الاثنين بتساوي 14. طب لو البي اتش بقت اكبر من 7 يبقى الوسط قاعدي، معناها ان قيمة البي او اتش بقت اقل من 7. يبقى معنى الكلام ده ان قيمة البي اتش لأي محلول بتعتمد على حاجتين، بتعتمد على تركيز ايونات الهيدروجين الموجبة، وتعتمد على تركيز ايونات الهيدروكسيل السالبة. الزيادة اللي هتحصل في اي واحد بتؤدي الى تغير في قيمة البي اي اتش. يبقى قلنا بنقيس البي اتش زي الجهاز اللي حضراتكم شايفينه كده على الشاشة بالبي اتش ميتر او مقياس قيمة البي اتش للمحاليل المختلفة. ده اللي هو بالنسبة لموضوعنا النهاردة اللي اتكلمنا فيه عن حساب تركيز ايونات الهيدرينيوم الموجبة وتركيز ايونات الهيدروكسيل السالبة، وحسبنا منها تركيز الـ او الكي دبليو او الحاصل الايوني الماء،
وبدأنا احنا ناخد اللوغاريتم السالب لتركيز ايونات الهيدرينيوم وطلعنا البي اتش، واخدنا اللوغاريتم السالب لتركيز ايونات الهيدروكسيل وطلعنا قيم البي اي او اتش. ده بالنسبه لموضوعنا النهارده، وهو تكمله الاتزان الايوني، بحيث كده نبقى احنا وقفنا عند حاصل الإذابة والتميه للأملاح. وده هيكون موضوعنا النهاردة، الحلقة القادمة الأسبوع القادم بإذن الله. بس لو حضرتك كده هتضيف لنا يا مستر أمجد في نقاط سريعة، العلاقة بين التركيز الاتش والبي اتش، والعلاقة بين تركيز الاو اتش والبي اتش. شكرا مستر أحمد. هنبتدي بس نقول كده مع بعض، او يعني عاوزين نفتكر مع بعض الجزء بتاع تأين الماء. احنا قلنا المعادله بتاعه تأين الماء بتكون ال H2O بتتأين الى ال H موجب وال OH السائل، وبدينا ناخد نطبق عليها قانون فعل الكتله، فطلع عندنا ال KW اللي هو الحاصل الايوني للماء، اللي هو بيساوي حاصل ضرب تركيز ال H الموجب في تركيز ال OH السالب. بعد كده عملنا اخذنا اللوغاريتم السالب لهذه المعادله، وطلع عندنا اللي هو ال PKW بيساوي ال PH زائد ال POH، وقلنا ال PH بيساوي اللوغاريتم السالب لاساس 10 لتركيز ايونات الهيدروجين الموجبه، وال POH بتساوي اللوغاريتم السالب للاساس 10 لتركيز ايونات الهيدروكسيل السالب. دلوقتي احنا عاوزين نفكر مع بعض في حاجه. دلوقتي لما يكون تركيز ايونات الهيدروجين كبير، يعني كلما زاد تركيز ايون الهيدروجين الموجب، ايه اللي بيحصل لقيمه البي اتش؟ لو خدنا القيم الكبيره لتركيز ايون الهيدروجين، هنلاقي ان البي اتش بتاعته القيم بتاعتها قيم صغيرة. عشان كده كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول كل ما بنبعد عن السبعة في اتجاه الصفر، يعني بيقل قيمة البي اتش، يعني المحلول اللي البي اتش بتاعته ستة هو حمض ضعيف عن المحلول اللي البي اتش بتاعته مثلا اربعة. المحلول البي اتش بتاعته اربعة هو حمض ضعيف بالنسبة للمحلول اللي البي اتش بتاعته مثلا واحد. يبقى كلما قلت قيمة الـ pH ده معناه إن تركيز أيون الهيدروكسيد في المحلول زاد، يبقى معنى كده إن ده حمض أكثر قوة، بمعنى إنه حمض درجة تأيونه أعلى. عكس الكلام ده تماما هنقوله بالنسبة للـ pH. لو قلنا مثلا أو يعني بالنسبة للأسف لتركيز أيون الهيدروكسيد، كلما زاد تركيز أيون الهيدروكسيد في المحلول إيه اللي هيحصل؟ هيقل تركيز ايون الهيدروجين الموجب، وبالتالي هتبقى قيمه البي اتش لهذا المحلول اكبر من السبعه. وبالتالي لو انا زودت قيمه تركيز ايونات الهيدروكسيد اكتر، يبقى تركيز ايون الهيدروجين هيقل بدرجه اعلى، يبقى بالتالي قيمه البي اتش هتزيد بدرجه اكبر. يعني معنى برضو الكلام اللي احنا بنقوله ده ايه؟ ان لما تبقى المحلول بتاعي البي اتش بتاعته 8 يبقى ده قلوي ضعيف. يعني ايه قلوي ضعيف؟ يعني درجه تأيونه منخفضه جدا، يعني تركيز ايونات الهيدروكسيل فيه قليل. النقص اللي حصل في تركيز ايون الهيدروجين برضو قليل. طب لو انا اخدت مثلا محلول البي اتش بتاعته 13، ده معناه ايه؟ ده معناه ان تركيز ايون الهيدروكسيل زاد جدا في المحلول، في مقابل ان تركيز ايون الهيدروجين نقص قوي قوي قوي، بقى 10 اس سالب 13، دي قيمه منخفضه جدا لتركيز ايون الهيدروجين. يبقى كل ما بيزيد قيمه البي اتش عن السبعه في اتجاه ال 14، ده معناها ان القلوي بتاعي بيكون اكثر قوه. زي ما احنا شايفين كده ان الموضوع بتاع البي اتش ده حاجة مهمة في حياتنا، لأن احنا عندنا في أطعمة قلوية وفي أطعمة حامضية، في حاجات بنستخدمها مثلا لعلاج حموضة المعدة، أو في حاجات زي ما بنسمع دلوقتي بالنسبة لعلاج اللي هو كوفيد 19 أو الفيروس كورونا، بيقول لي خد، بنحاول دايما ناخد مأكولات
يكون درجة البي اتش بتاعتها أعلى من درجة البي اتش بتاعت الفيروس، عشان خاطر نديش فرصة للفيروس إن هو ينشط داخل الجسم. فدي حاجة مهمة حتى بالنسبة لأجسامنا، وحتى نلاقيها كمان واضحة قوي في الأحياء. البي اتش حاجة مهمة جدا في حياتنا، سواء كانت في الأحياء أو في داخل جسم الإنسان أو في شغلنا في معمل الكيمياء. قبل ما ننهي الحلقة في نقاط سريعة، ممكن يجي لحضرتك سؤال يقول لكم من أو أي من الأشكال البيانية التالية ويجيب لك رسوم بيانية. اختار العلاقة بين قيمة البي اتش وتركيز الاتش، أو يقول لك اختار العلاقة البيانية اللي هتعبر بين تركيز البي اتش والاو اتش وتركيز الاو اتش، أو العلاقة البيانية المعبرة بين تركيز البي اتش وبين البي اتش والبي او اتش. هنا هيكون معانا علاقتان عكسيتان وعلاقة واحدة طردية. العلاقة الطردية بتكون بين البي اتش وتركيز الاو اتش. أي زيادة بتحصل في تركيز الاو اتش يتبعها زيادة في قيمة البي او اتش، في قيمة البي اتش. الزيادة في تركيز الـ OH يقابلها زيادة في قيمة الـ pH للمحلول الواحد. أما العلاقة البيانية بين الـ pH وتركيز الـ H دي علاقة عكسية. يعني إيه؟ الزيادة اللي هتحصل في تركيز الـ H يقابلها نقص في قيمة الـ pH للمحلول الواحد. وأخيراً، وده آخر فقرة في حلقتنا النهاردة، العلاقة البيانية بين البي اتش والبي او اتش، ودي دايما بتكون علاقة عكسية، لأن الزيادة اللي هتحصل في قيمة البي او اتش يلزم أن يتبعها نقص في قيمة البي اتش للمحلول الواحد، وده كله عشان يظل دائما مجموعهما ثابت ومساوي 14 في الظروف القياسية. وكده يبقى وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة يوم الاثنين القادم الساعة 6 مساء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.